السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. لفة بسلك واحد مفرد ستة، بوصله توازي نهاية في بداية لهاي المحركات اللي هي قطبين المحركات السريعة. طيب الآن نيجي للتوصيل بالرسم. طبعا أنا رسمت هيك 24 مجرى. بدنا نشوف وين بدنا نسقط ملفات التشغيل، وين بدنا نسقط ملفات التقويم، وكيف التوصيل راح يكون إلها، وتوصيل التوازي للتشغيل وتوصيل التوالي للتقويم. طبعا احنا عندنا تشغيل اربع ملفات، خطوة 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. فاحنا بنبدأ بنرسم الملف الصغير، البداية بتدخل من هون، نقول 1 2 3 4 5 6، البداية بتدخل من هون وبتيجي للمجرى السادس، وبترجع من المجرى السادس إلى المجرى الثالث، ومن المجرى الثالث بتيجي على المجرى السابع، ومن المجرى السابع بتيجي على المجرى الثاني، وبتيجي على المجرى الثامن، وبترجع على المجرى الأول، وبترجع على المجرى 12، وبتطلع منه النهاية. خلونا نطولهم شوية. إذن هاي بداية وهاي نهاية. والآن الملفات عندي أربع ملفات، الأولى البداية بتيجي في الملف الصغير 1 2 3 4 5 6 من 1 إلى 6، والثانية من 1 إلى 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، والثالث 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والرابع 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. هي هيك سقطنا المجموعة الأولى. وبنيجي كمان مرة، بنيجي للرابع من هون من هاي الجهة، وبنطلع منها البداية، ونقول 1 2 3 4 5 6، وبنرسم الملف الأول، وبنرجع بالملف الثاني بهذا الشكل نفس المجموعة الأولى، وبتطلع النهاية من هون. طبعا الآن عندنا البدايات من الملف الصغير زي ما حكينا، والنهايات من الملف الكبير. الآن التوصيل التوازي عندنا احنا نهاية في بداية، هاي نهاية، هاي نهاية، وهاي بداية. إذا التوصيل راح يكون كالتالي: بنوصل النهاية مع البداية على سلك وبنخرجهم لبرا، وهذول كمان نهاية وبداية على سلك وبنخرجهم لبرا. طبعا هذول في المحرك بيجوا جنب بعض، وهذول في المحرك بيجوا جنب بعض، نفس الشيء. هذا هيك توصيل توازي 2 قطب بهذا الشكل.
الآن نيجي لملفات التقويم. ملفات التقويم تيجي متعامدة مع ملفات التشغيل، ما بتيجي فوقها، ما بصير، بتيجي متعامدة معها. شو بضل عندنا في الفراغ؟ هنا عندنا 4 فاضي وهون 4 فاضي، فعندنا خطوة التقويم 1 10 12. الآن نبدأ بنرسمها، هاي بداية للتقويم الأول، وبنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا بدها تيجي بيجي الملف في المجرى هذا رقم 10، أو الخطوة هي 10، وبرجع بهذا الشكل إلى المجرى اللي قبله، وبعدين إلى المجرى رقم 12، وبتطلع منه النهاية. إذا هاي البداية وهاي النهاية، الخطوة 1 10 1 12. طبعا في ناس بسميها من 1 إلى 10 أو من 1 إلى 12 ومن 2 إلى 10، زي ما بدك أنت بتسميها. أنا بسميها من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12، أنت بتسميها زي ما بدك. هيها واضحة معك بالرسم طبعا. والمجموعة الثانية بتيجي متجاورة، فتيجي هيك بهذا الشكل. هاي المجموعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، طبعا هيك، وبتلف هاي معاها اللي هو الملف الثاني، بيجي هون بهذا الشكل. طبعا البداية هون والنهاية هون، البداية من الملف الصغير والنهاية من الملف الكبير. طبعا البدايات بيطلعوا لبرا، ولأنه متجاور، قطبين متجاور، النهايات بنوصلهم ببعض وصلة داخلية جوا. هاي هي توصيلة المحرك. توازي 2 قطب للتشغيل وتوالي للتقويم. التقويم عندنا توالي، نهاية في نهاية، نهاية في نهاية. هاي الملف الكبير اللي هو في النهاية مع النهاية من الملف الكبير. أما التشغيل فهو توازي نهاية مع بداية على سلك لبرا، ونهاية مع بداية على سلك لبرا. هاي نهاية الملف الكبير مع بداية الملف اللي جنبه، نهاية مع بداية على سلك لبرا، وهاي نهاية مع بداية على سلك لبرا. وهيك بصير عندنا خارج 4 أسلاك بنوصل احنا سلكين مع بعض مشترك، والسلكين الاخرين بضل عندنا تشغيل وتقويم بتوصلوا على المكثف، والتشغيل باخذ خط الكهرباء الثاني. وهاي هي الرسمة، ونفس القوة ونفس القدرة ونفس الامبير، وما في اي فرق، لكن انت اشتغلت اشي اريح لك واحسن لك واريحك بالشغل. وان شاء الله نكون الرسم واضح والشرح واضح، وانكم فهمتوا الموضوع بشكل جيد، بتمنى ذلك. وهاي هي، وان شاء الله انكم تستفيدوا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم وبوصي نفسي دائما، صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.